الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا أدا إبراهيم، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول طارق الملا على أن ما يشهده قطاع التعدين من تطورات بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واكتذاب شركات عالمية للعمل بمصر. جاء ذلك خلال تسليم الوزير 22 جيولوجيا متدربا من هيئة الثروة المعدنية شهادات اجتياز إحدى الدورات المتخصصة في قطاع البترول. ولفت وزير البترول إلى أن مصر تطبق استراتيجية تعدينية تراعي تحقيق القيمة المضافة. شهدت محافظة شمال سيناء إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد. وأوضح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن حوالي 561 شخصا تقدموا للحصول على الوحدات السكنية، من بينهم حوالي 478 من مركز رفح و83 من مركز الشيخ زويد، مشيرا إلى إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في المباني التي يجرى رفع كفاءتها. في أسواق البترول العالمية ارتفع النفط لليوم الثاني في بداية التعاملات، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 37% لتصل إلى 75 دولار و51 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 38% مسجلا نحو 71 دولار و38 سنت للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 8% لتصل إلى $2.37 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.27% لتسجل نحو $2.42 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام. رفعت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة كورونا تجاوز التوقعات. وخفض تحالف أوبك بلس الإنتاج في أبريل بمقدار 850 ألف برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل. ذكرت بلومبرج نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن خطط السعودية لطرح آخر لأسهم بمليارات الدولارات في أرامكو تكتسب زخما، مشيرة إلى أن الرياض تعمل مع عدد من المستثمرين لدراسة جدوى طرح آخر على البورصة السعودية. في غضون ذلك أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك في المرة الثانية التي تطرق فيها المملكة أبواب أسواق السندات هذا العام في ظل الضغط المستمر على أسعار النفط العالمية والغموض الذي يكتنف توقعات الاقتصاد الكلي. ذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد كبار مديري الطرح أن السعودية باعت صكوكا على شريحتين قيمة كل منهما 3 مليارات دولار لأجل 6 سنوات ولأجل 10 سنوات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف وأدى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.